ابيجي مينجو فيديو جديد. احنا الابطال ابيجي مينجو الجامدين، مهما تروح فين هتلاقينا موجودين. بصي من شمال طب ليتس جو يمان، انزل حط لايك للفيديو الجميل. يا احنا الابطال ابيجي مينجو الجامدين، يا مهما تروح. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يا ابطال يعتبر فيديو النهارده تحقيق قوي جدا. فاكرين يا ابطال زمان لما كنا بنتكلم عن ام دي ار بي؟ بصراحه يعني انا عارف اللي ما بقتش دلوقتي تعمل اي حاجه، وفي اخر فيديو انا عملته شفناها وهي يعتبر خلاص يعني شبه اعتزلت الهاك. ولكن يا ابطال في فيديو على السوشيال ميديا قلب الدنيا، وكمان زائد كده ان يعتبر ام دي ار بي عملت قناه على اليوتيوب اسمها كريبتد بوبي. بطل من الابطال بعتها لي وبعت لي فيديو على قناتها على اليوتيوب بيقول لي ان الفيديو ده ظهرت فيه وشها، والفيديو ده ابطال جاب مشاهدات عاليه جدا. فكنت حابب بصراحه ابطال اوريكم الفيديو ده ونشوف ايه يعني ايه فعلا السر ورا الفيديو ده. بس قبل ما نبدا فيديو النهارده انزل حالا اتاكد انك عامل لايك للفيديو ومشترك في القناه ومفعل زر الجرس عشان يظهر لك التحيات والفيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وليتس جو. تقريبا كده يا ابطال الفيديو ده على يعني تقريبا على التيك توك مش قناه على اليوتيوب. والمفروض يا ابطال زي ما انتم شايفين هو ده الفيديو، حد تقريبا سالها سؤال بيقول لها يعني تعالوا كده يا ابطال نعيد الفيديو من اول لحظه. المفروض هنا 3 2 تمام 1، والمفروض اللي احنا لازم نثبت شفتوا في صوره جت يا ابطال واختفت بسرعه من شويه. المفروض اللي في حد بيسالها في الكومنتات على التيك توك كان يو دو اريل فيس، المفروض اللي هو يعني بتقول لها ممكن تورينا وشك الحقيقي يا ام دي ار بي او يا ريبوتد بوبي. راحت قالت لها اوكي هير از ذا ريل فيس، يعني ايوه ده الفيس بتاعي بجد وده وشي الحقيقي. بصراحه يا ابطال انا اتخضيت واتفاجئت، قلت ايه ده بجد هتنزل كده يا ابطال على التيك توك والناس كلها هتعرف وشها الحقيقي؟ عامه يا ابطال فضلت قاعد كل شويه وابص اقوم كل شويه اعيد الفيديو كذا مره، وزي ما انتم شايفين قدامكم كده تمام 2، وبعدها اقوم دايس كده يا ابطال بسرعه اقعد ادوس كده كل شويه لحد يا ابطال ما الحمد لله يا ابطال فعلا ثبتها وكشفت سر ام دي ار بي. الصوره يا ابطال اللي هتظهر لكم دلوقتي قدامكم على الشاشه هي دي يا ابطال المفروض الصوره اللي كانت حطاها، وتقريبا يا ابطال يعتبر كده كانت حتى الصوره فيك، حتى صوره كده غريبه جدا لي يعني شخص تقريبا اراجوز، وتقريبا الصوره دي مديب ويب وحاجه كده من عالم غريب قوي. يعتبر يا ابطال العالم ده مخيف جدا. المشكله يا ابطال ان لو انتوا يا ابطال دلوقتي ركزتوا معايا في الصوره هتلاقوا اللي فيه بنت صغيره تقريبا او يعني ولد صغير جنبه على اليمين قاعد جنب الاراجوز المخيف ده اللي فاتح بقه، يعني بصراحه مفيش حد بيعمل كده. فبصراحه يا ابطال انا متوقع ان هو يكون الشخص ده وهو صغير، لان انا يا ابطال كشفت وقلت لكم قبل كده ان ام دي ار بي مش بنت، ام دي ار بي ولد واسمه جورج. خلونا يا ابطال كده ندخل على حسابها على التيك توك دلوقتي. حسابها دلوقتي يا ابطال داخل على 2 مليون فولو وجايب اكتر من 21 مليون لايك. او ماي جاد يا ابطال بصوا اخر فيديو عندها عامل ايه. او ماي جاد ايه ده، ده في ماب البيوت بيجي وراها. او ماي جاد بوبي الشرير بيجي وراها. ايه ده ودست كمان على رجله، ايه الخوف ده يا جدعان، والله رعب. ايه ده هتموت ولا ايه؟ ايه ده بوم، ايه ده بنت اللعيبه. فيديوهات الابطال بصراحه ابتدت تبقى فيها يعني نوع كده من الحماس يعني والجمدان، يعني انا عارف لان هي اكيد مش هي اللي بتصمم لان هي يعتبر ابطال تيك توكر. بس المفروض ده ابطال الفيديو اللي احنا شفناه من شويه مع بعضينا، والفيديو ده ابطال اللي جايب يعتبر جاب اكتر من 1,600,000 مشاهد. ولكن يا ابطال في فيديو بقى قبليه نزلته زي ما انتم شايفين ده اللي نزلته قبليه، والفيديو ده جايب 3,500,000 مشاهده، كانت بتلعب الماب المخيفه دي. تمام تعالوا كده برضك هتحط باين هيحط وشه ويلا بينا نوقف. او ماي جاد انا حاسس ان انا شفتها وخدت بالي منها. عيب عليكم يا ابطال، الصوره انا حفظتها عندي قعدت احاول اعمل فيها لحد يا ابطال ما انا عملتها وخدت على طول سكرين شوت عشان اوريها لكم في فيديو. وهي دي يا ابطال الصوره اللي هتظهر لكم دلوقتي قدامكم على الشاشه. الصوره برضك يا ابطال عباره عن مهرج شرير ولكن مش فاتح بقه، يعتبر عامل بس مكياج وعنده شعر كتير قوي، ويعني مش عارف بصراحه يعني هو باين عليه غريب قوي. هل تتوقع يا ابطال هو ده يكون الشخص لما كبر؟ معرفش بصراحه، هل الشخص اللي فاتح الحساب ده شغال مثلا في سيرك عشان كده يعني هي دي بجد صوره الحقيقيه، ولا ممكن يا ابطال يكون يعني صوره فيك وجايبها من جوجل وخلاص؟ يا ريت يا ابطال تكتبوا لي تحت كومنتاتكم وتساعدوني يا ابطال تحت في الكومنتات هل فعلا دي صور الشخص الحقيقيه ولا ايه. خلونا كده يا ابطال نتصفح شويه في حسابها على التيك توك لان هي يعتبر يعني بقالها كتير قوي مختفيه على يعني في حسابها في روبلوكس، وشويه كده هنحقق عليه. او ماي جاد يا ابطال جايب بنص مليون مشاهد على الفيديو ده، كمان لعبه لعبه الحبار جرين لايت وريد لايت. او ماي جاد اوه وقعت هتموت ولا ايه؟ ايه ده والله فيديو جامد يا جدعان. خلونا يا ابطال كده نكتب ام دي اي ار بي،
زي ما انتم شايفين كريبت بوبي. ليتس جو يا ابطال عشان متحمس جدا اشوف في اي حاجه جديده حصلت في حسابها ولا ايه. ايه ده فتحه من 9 ساعات؟ ايه ده يا ابطال فتحه من 9 دقايق؟ طب والله احنا حظنا اسطوري، ولكن دايما حظنا بيبقى نحس يعني، لان احنا مش بنقدر ندخل معاها خالص. جايبه دلوقتي يا ابطال 68000 فولو. تعالوا كده يا ابطال ننزل ونشوف الماب بتاعتها، يبقى فيها يا ابطال 300000 فيزيت. او ماي جود، ايه ده يا ابطال؟ ايه ده من ساعه؟ تحديث من ساعه وفي 19 واحد. يلا يا ابطال انا ال 20، ليتس جو نشوف التحديث عامل ازاي. زي ما انتم شايفين يا ابطال انا سامع موسيقى غريبه. ايه ده؟ لحظه، ده في حاجه يا ابطال. ايه ده، هو في ناس؟ ايه ده، ده في ناس عرب، يا ترى هيعرفوني ولا ايه؟ معرفش دول من ابطال الجيمنج ولا ايه؟ او ماي جاد، الصوت ده يا ابطال فاكرينه؟ الصوت ده يا ابطال كان قديم قوي في تحديث ام دي ار بي، يعني في تحديث الماب بتاعته. الصوت قرب قوي من هنا. او ماي جاد، ايه ده؟ هي فين؟ لحظه، هي دي ولا ايه؟ انا بصراحه مش متاكد يا ابطال، هل هي دي ولا ايه؟ الصوت بيقرب قوي من هنا. او ماي جاد، لحظه كده يا ابطال نبص هنا، مفيش هنا اي حد. الموضوع يا ابطال بصراحه ابتدى يبقى غريب قوي. اي نعم، هي ما بقتش. ايه ده، هي دي؟ السلام عليكم. ايه ده، تعالوا كده نشوط الكوره فيها ولا ايه؟ باين عليها ايه الشخص ده ولا ايه؟ يلا بينا، بوم، يلا شوت يا باشا الكوره، اديله. لحظه بس، السلام عليكم. انا مش خايف، ها، لان انت مش هاكر اصلا. ايه ده، هي دي كوره برضك ولا ايه؟ الو، ايه تحديث الكوره ده ولا ايه؟ هي ده ناس بيعملوا استاد يا جدعان ونلعب كوره. بقول لك يا صاحبي باصي، بص يا صاحبي باصي. وتقريبا ده ابطال فيس كبير. او ماي جاد، ايه ده، الفيس يا جدعان بيتمشى لوحده ولا ايه؟ اللهم احفظنا، انا خايف. ايه ده ابطال فيس ده غريب. ايه ده، هو احنا اللي بنمشيه؟ بس ده فيس مين؟ انا مش عارف يعني ده وش مين بالظبط يا ابطال. سبحان الله يا ابطال، يوم ما اعمل تحقيق، مع اني بطلت اعمل تحقيق عن ام دي ار بي لانها ما بقتش تعمل حاجات جديده، يعني واضح ان هي بتحاول ترجع ايام زمان. او ماي جاد يا جدعان، بس واضح كده ان الماب، يعني انا مش عارف ايه ده الراس دي اللي انا قاعد ماشي بيها وفرحان بيها دي. لحظه كده، اكيد يا ابطال هي حدثت المكان اللي فوق. مشكله يا ابطال الموسيقى عاليه قوي في وداني. لحظه، ايه ده، في حد قاعد بيتمشى زي الهاكر. ايه ده، الو، ايه ده، يا قطة مالك في ايه؟ لحظة يا جدعان، القطة لازقة فيا. يا قطة، الو، والله حرام، بقول لكم انا عايز اطلع لاي حد كده يا ابطال. بسرعة. طب يا احمد، بقول لك ايه؟ استنى يا صاحبي، استنى يا صاحبي اطلع فوق. هو ده، يعني مفيش حد يسمع الكلام. انا مش عارف اكتب لهم خالص يا ابطال. طب ما انا ممكن اعمل كده، مش هعرف اعتمد على نفسي، مش هعرف. ايوه انا عايز. ايه ده بنت اللعيبه، حلو قوي يا ابطال، تمام عرفت تطلع. لحظه كده، عايزين احنا نطلع بردك؟ جامد قوي يا ابطال، محتاج قوي يا ابطال اشوف بصراحه المكان اللي هناك، لان ده كلام كبير قوي. يلا بسرعه يا ابطال نروح نشوف بسرعه كده. يا الهي يا جدعان، بصراحه الكلام كبير قوي، ولكن يعني اما نشوف هل بس مجرد موسيقى وخلاص زي ما ام دي ار بي كانت بتخوفنا زمان، لان احنا خلاص يا جدعان كبرنا على الكلام ده. ايه ده، واضح كده يا ابطال ان هي شالت. ايه ده، المكان ده كان موجود فيه حاجه، اكيد انتوا فاكرينه المكان ده. ايه ده، ما هو يا جدعان المكان هناك اهو. الو، انا مش عارف، انا مشيت كتير قوي الصراحه، يا ريتني كنت كتبت توك توك، اسف. ايه ده، هو ده يا ابطال، اهو. او ماي جاد، شالت الحاجه اللي احنا نقدر نقف عليها. انت رايك ايه في الموضوع ده يا بنجي؟ ايه ده، ما ايه الاسم الغريب ده؟ واضح اللي هي بتقول اللي ده، يعني ده الرقم بتاعها اللي هو 1337، ده رقمها المفضل. خلاص يا ست عارفين، واضح كده اللي احنا لو نزلنا هنقع وقعه جميله جدا. بقول لكم عايز اجرب، ماشي، انا دايما لازم اقع كده، بحب اجرب، معرفش ليه. وديد موت حبيبي قلب، تسلم. والله يا جدعان واضح ان الماب، يعني هو ده بس التحديث، مش عارف بصراحه التحديث الغريب ده، يعني ده بجد غريب قوي يا ابطال. يعني اللي هو يعني حاسس اللي هو عادي جدا، وهو يا دوبك بس يا جدعان موسيقى وبتخوفكم بيها واي حاجه وخلاص، يعني ما فيش اي منها خوف خالص. يعني انا كنت داخل بس يا ابطال في فيديو النهارده عشان اوريكم ان هي كانت، يعني او ان الشخص، مش عارف ليه يا جدعان كل شويه اقول ان هي، مع ان هو اصلا ولد يعني مش بنت، ولكن يا ابطال يعتبر انا قلت ادخل اوريكم وشه، وتقريبا هو كان الولد الصغير ده. بصراحه يا ابطال بفكر انهي فيديو النهارده هنا، لان يعتبر ما فيش. ايه ده بلال، لو والله يا ابطال منورين ابطال الجيمنج الاساطير. بصراحه يا ابطال بفكر ان فيديو النهارده هنا، لان يعتبر مفيش حاجه يعني نقدر نستفاد بيها هنا غير الموسيقى وخلاص، ولا هنخاف ولا اي حاجه. فبس كده يا ابطال يعتبر فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يزلكوا كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده، اي بي جيمنج ابطال الجيمنج، والسلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى، اوه اديله.